ليسعى بعد ذلك إلى تحسين صيامه بأن يكون له في كل شهر نصيب من الصيام، في هذا الشهر يحاول أن يكمل 6 أيام يكمل بها ثواب السنة كاملا، فرمضان 30 يوما ب300 يوم، و6 أيام من شوال ب60 يوما، فتكمل السنة بذلك فيكون كأنما صام الدهر. وكذلك يحرص على صيام يوم الاثنين الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه فقال: ذلك يوم ولدت فيه. وعن صيام يوم الاثنين والخميس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأعمال ترفع فيهما إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكذلك يحرص إن لم يستطع هذا على صيام 3 أيام من الشهر لا يقصر دونها إن كان صحيحاً قادراً، وإلا نوى وعزم أنه متى شفاه الله وقواه سيحافظ على ورد من الصيام لا يتعداه.